خوتي خواتاتي، اليوم غنتكلم على التمساح الحزين اللي تكتب عليه الحزن في العنوان. اليوم غنتكلم على المدلول، على برد الكتاف. اليوم غنتكلم على واحد الانسان منحط وقليل الاصل، ولكن صن الدقه ما يجيب. قالك ملي تشوف راس صاحبك كيتحسن عرف ديرك في الفزاقه، وقالك ما يقز الخيط تقوز لي برا، لانك انت ملي كتكون مدلول وبرد الكتف وكتقبل على راسك هاد الانحطاط هذا، وحتى كتبوا عليك العناوين وكتعمل راسك انك حزين. واحد السؤال، في نظرك تينا في دار ديالك، سيت في دار ديالو، في دار باه، العماره ديال باه اللي باه خلى الاراضي وخلى الديور اللي محمد ما باعش يرزقو كلاه، ولكن انت المدلول بعتي كل شيء وكليتيه. والله يعفو، رجلية صعيبة، ولكن ما نحطش انا راسي في هاد في هاد اللقطة هادي، اني تكتب علي حزين. شكو كي ادي؟ شكو قرب من جهتك؟ في نظرك محمد غيقرب من جهتكم وعرفكم اش كتسووا؟ واش كاين شي واحد كيحرك القادوس بيدو؟ ان القادوس كيكون فيه الريحه خايبه اعزكم الله، فعرفكم اش كتسواو؟ مستحيل انه يقرب عندكم. ملي كتعرف واحد الافعى اللي هي افعى سامه خبيثه، فالمستحيل ضروري غتبعد منها، تخاف على راسك تبعد منها. هنا كما كنشوفوا فحاريطو كي كلاشي، وقلتي بان الحمد لله اللي ممشيتي شي في الخط ديال محمد وراضيه، لان محمد وراضيه ما تقدرش تمشي في الخط ديالو، لان ملي كيكون الراجل راجل والذكر ذكر ما يمكنش، لان الرجال كيتصاحبوا مع الرجال والرجال كيعاشروا الرجال والعواول كيمشيو مع العواول. كنعقل عليك نهار اللي كنتي كتنقي الجلبانات العتبه، كنتي عامله كي طاطا، ودائما في اي دار كتمشي لها مجرد كتخدم الخدمه ديال الخديدين. من دار لدار هي ديالك، من دار لدار صعيب لبنك مشي فيه عزة نفس. ولو كان مشيتي مع محمد وراضية كان باك ما غديش حتى 5 متر ديال الزيت، ولكن ثم كنمشيو مع القوي دائما اللي كنلاحظو في هاد الأمة هادي. وما كنعممش أن الإنسان كيمشي على المعلي عنده وكيمشي مع الربحة، لأن كيكون بنادم عامل بحال حية كيمشي غا على كرشو، واللي كيمشي على كرشو غا الافعى، ولكن نتوما كلكم الافاعي. وكنشوف السي الباكوري صحاح وتوقد، ديك عجبو البلاد، ديك عجبو يوقف يحسب الشجر ديالو. ايوا هاد الدار اللي خلاها لكم، او هاد الدار المسروقه. كنشوف ان السي الباكوري تجدد له الشباب ديالو. ايوا خويا، جددوا له شي عروسه، شي بنت 18 سنه والدار راها موجوده، لما تقسموا عليها، راه هو اللي حلف كاذبا، وهو اللي شهد بالزور، وهو اللي جاب الافراغ، وهو اللي رفع الدعوه. خلي ديك الدويره ليلو هو يتمتع فيها، خلي للدويره يجدد الشباب ديالو فيها، لان بلا ما نقول لكم كنشوف هاد الاب هذا محرك سكينه، وكنشوف هاد الاب هذا ادى الاسره ديالو كامله الى التهلكه، وما خدمش العقل ديالو. الله يجعل اول نعيال، قالك الله يجعل خواتي مناخه، قالك اول نعيال واخر نعيال. هنا اليوم كنتكلموا بهاد الخرجات المشوهه والخرجات الاستفزازيه اللي كتخرجوا بها. غادي نرجعوا حمله الحطب اللي نهار ما طال وهي تكلاشي، قالت لك هي النفيسه كتبقى حتى كتعمل السبوعه كتخرج من البيت ديالها. على مين كتكذب؟ انتي غادي تجلس نفيسة. شكون اللي غادي يخبع السخرة والحلوة وعندو تلقى شي حاجة وعندهم ياخذوا لك الخديديمات شي حاجة تحت الكرزية؟ شينا نورمال. وكتقول كتكلاشي راضية حتى شي يماها ما طلعتش، لان يماها شد الفراش، ويما المريضة وشد الفراش، الام ديالها مسكينه الله يشافيها شد الفراش. انتي انتينا الام ديالك
ولدتي وجيتي للدار عاد جاتنا عندك ملي كنتي كتسخن شد المعينه ديال الولده ما كانتش معك الام ديالك تقولك الله يرضى عليك وشاده فيك. ملي خرجتي من الموطع ديال الولاده ما كانتش الام ديالك معك كتعطيك الحريره وكتعطيك الفروج مرقه ديال الفروج ما كانتش معك، كان معك غير اللحاسه صحابي القنوات اللي ضروري خصها تصور عمي تهانيم وخا ما نزلهاش من الحلق ولكن على المصلحه كانت كدهلك. شمن ام انتينا كانت عندك معك واش اول شمن ام اللي هزت الصاك ديال الولاده ومشات معك واش من ام ملي خرجتي من السبيطار طبطبت عليك وقالت لك انا راضيه عليك والله يكمل نفسك على خير. كيكونوا معك غال براني، كيكونوا معك غال ناس ديال المصالح اللي عندهم معك وعندك معاهم، ولكن الام راضيه مسكينه ومريطه وشاده الفراش في المستشفى وعندها تحاليل ومرا مسكينه مرا كبيره هي اللي خص يكون بيها وراضيه حتى هي تعدل للعز، عدلت للعز عقوسه وعدلت للعز لوسه وعدلوا للعز نسا ديال خوته وعدل للعز الزوج ديالها ما عللاش في اي فرقاشين وصورهم لا ما عملش اي محاوله باش يطلع الطندوس اللي صعروا وخرجوا جاعر. هذا هو العز. شحال من وحده ما عندهاش الام ديالها يتيمه ربي كيكون بيها، وشحال من وحده مسكينه متغربه وكتولد ربي كيكون بيها، وشحال من وحده الام ديالها في الركنه ما كتجيش لعندها ربي كيكون بيها، وشحال ام فيها سرطان الله يشافيها ويعافيها ما كتقدرش تقابل وليداتها، وشحال من ام مريضه وما تقدرش تجي عند بنتها. فما تجيش تكلاشي اليوم واحد الانسانه مريضه في الصحه ديالها وكبيره لانها ما جاتش وكتهضر بواحد، راك كتبين على البشاعه والحقد وقله التربيه، قله التربيه اللي ما تربيتيش واللي ما قرصتكش امك وعلمتكش شنو هي العز، واللي ما قرصتكش امك وما علمتكش شنو هو الطعام، واللي ما قرصتكش امك وما علمتكش شنو هي الاعراض، وملي ما قرصتكش امك وما علمتكش تشوف امك على الناس، وملي ما قرصتكش امك وما خلاتكش تعلمك تلصق راسك، واللي ما قرصتكش امك قالت لك بعد من المشاكل وحافظ على دارك، واللي ما قرصتكش وما قرصتكش على بزاف الفضائح، واللي ما قرصتكش امك قالت لك يا بنتي زوجتك باش نسترك ماشي باش تفضحي. هذه هنا فاش كتكون التربيه اللي انتينا ما كتعرفاش، فهمتي؟ باش مشات كلاشي وكننزلوا ونزلوا شنو نزلتي يا اختي، رغيفات كاملين واكلين منهم، القريصات كاملين معطوطين، لان الله تا كاينه كاين الجوع. فاش انتي نهار وما طال وانتي كتكلاشي وراك انتي كل كلاشات، انا ما رضاش على راسي راجلي يدخل معايا البيت ديال الولاده ويصورني بديك الطريقه هذيك ويخليني عبره لمن لا اعتبر. ما رضاهاش راجلي يخرج امام العالم ويعمل ويفضح ويضرب في الاعراض بالنساء ويضرب في الاطفال وانا ام. ما رضاش. هذه هي المرأة اللي كتكون مقرصة وكتكون بنت الأصل مأصلة ومربية، حتى إذا ظلمت كتحتسب حقها عند الله، ما كتخرجش تكلاشي وما كيخصكش النفيسة اللي جات عند الأم ديالها واللي ما جاتش، ما تحدفش الناس بالطوب وانت نبيتك من إزاز، لأن انت نبيتك الأم ديالك ما جاتش عندك ومع شحال من سنة ما ولدتيش. والأرشيف لا يرحم، نهار اللي هبطتي كتألم كانت خصها تكون معاك شدة فيك وتدخل معاك وتطبطب عليك وتفرش لك وتعاوط لك، ولكن ما مشات معاك ومدة ما ولدتيش وجيتي ولي العهد، فهمتي؟ فهنا ما كنكلاشيش الناس وانتي كل كلاشات. هذا هو كان الميساج ديالي ليكم، وكاين بزاف ما يتقال ونتكلموا في نقاط اخرين فيديوز اخرين.
وهناك قدمت تحيات ديالي للمتتبعين ديالي خارج ارض الوطن داخل ارض الوطن. تحياتي من طنجة للقويرة والصحراء المغربية. الله الوطن الملك، عاش الملك ولا عاش من خانه. تحياتي بالطريقة ديالي عبر العالم. تحياتي لخواتي اللي كيدعموني في القناة ديالي باللي لايكات والتعاليق الطيبة والمشاهدة كاملة. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن بكم. دمتم في رعاية الرحمن والى الملتقى.